مساء الخير من ام تي في، برحب فيكم بحلقه سكور لليله. اليوم رح نحكي عن الرياضه العالميه مع ارون وينتر، احد ابرز الاسماء بمنتخب هولندا السابق واليوم، والمدرب الحالي لمنتخب هولندا للناشئين تحت 19 سنه. كان موجود بلبنان لمباراه الوان لبنان تيم بمواجهه فريق السفراء المتواجدين بلبنان. برحب فيه. جود ايفنينج ارون. We'll talk about the European football, about the Netherlands football, about the competition now between Ajax and PSV Eindhoven, and what do you think about the next UEFA Championship? It will be held in France in this summer. And وأيضا بدنا نرحب بصديقنا بول، أخذت لكنتنا على الإنجليزي اليوم، فبدي رحب فيك بول فاضل. كل ما تكون هيك بلبنان نتشرف بوجودك معنا. بول فاضل اليوم المسؤول عن أكثر من ملف بمحطة البيئن، الصديقة وزميلي اللي كمان رح نحكي عنها اليوم ببرنامج سكور. ولكن نحن هيك بدنا نحكي عن الرياضة الميكانيكية، خاصة أنه الموتو جي بي الافتتاح عم بيكون بلوسال وحضرتك عم بتكون موجود بهالمكان، وبدنا نحكي عن الام بي اي، عن الرقم القياسي اللي تعادل اليوم، فينا نقول عادلوا فريق جولدن ستيت ووريرز، ورح نشوف إذا رح بيتم كسر هذا الرقم. وأيضا جورج مصور، بدنا نحكي نحن هيك عن عدد كبير من المواجهات، بدنا نحكي اولمبيكس، بدنا نحكي ام بي اي، وايضا بدنا نحكي عن البطولات الاوروبيه. اكيد عندنا منافسات حاميه جدا، وبدنا نحكي عن المنافسه اللي اشتعلت، رجعت بالدوري الاسباني مع خساره ثانيه على الطاوله لفريق برشلونه. هلا بنشوف شو هي الاسباب بينك وبين ارون وبين أكيد. بول، بدنا نحكي عن هيدا الموضوع. اذا بدك خلينا نبلش فيه مباشره. ارون، وات دو يو ثينك اباوت the low level of Barcelona in the Liga now? In the Champions League they won, but in the Liga they lost 8 points from 9. Yes, that's true. If you're watching Barcelona last two or three games, they lost a lot. One draw and two lost. I think it's also because Barcelona is playing a lot of games, and now they've got a certain moment that for them. I think in their mind they're thinking that they're going to win the league there in Spain, but I think that for them it's also very important to go forward in the Champions League. Mm-hmm. And this is a moment, I think, the period of the year that they collapse a little bit, but I think that tomorrow and the next coming days mm-hmm. they will be performing very well. Mm-hmm. سو فعم بقول فاذا انه الضغط الكبير والتعب اثر عليهم، بس متفائل. وانت بنفس الشيء اليوم بعد الدور عبر اذاعه صوت لبنان حكيتني نفس الموضوع، عم بتقول انه لا رح بيرجعوا يستعيدوا. يعني ما في فريق نجيب يربح بطولات، السنه الماضيه ربح كل البطولات، والسنه كمان بطولتين، بطوله العالم للانديه وغيرها، بدون ما يتعب شوي، بدون ما يتعب، وخاصه انه عندك تصفيات كاس العالم والثلاثي الاقوى ببرشلونه اللي ما عنده بديل اصلا بفريق برشلونه، نيمار ميسي وسواريز، عم بيلعب تصفيات المونديال بامريكا الجنوبيه، باكيد التعب رح يكون ظاهر على الفريق. ودائما كل فريق عالمي في عنده ابس اند داونز، يعني وطبيعي بس اكيد مش لفتره طويله، التركيز بتصور يمكن على عم تطلع نجيب على المباريات الثلاثه الاخيره، بس مشوا 39 مباراة قبلهم اللي بس كان. ما هو اللي بيأثروا اليوم، لا هو اللي بيأثروا، لأنه اليوم وصلت على الخط النهائي بس كمان مثل ما كان عم بقول أرون، فكروا أنه خلص ربحنا البطولة المحلية، في تراخي بهالمكان لأنه تتخسر مع سيلتا فيجو، بعتقد تعادلوا مع ريال سوسيداد، فيا ريال تعادلوا وريال مدريد. يعني بس نجيب بدنا نقول كمان أنه أرون في عنده بروفايل ممتاز جدا، عنده سي في رائع جدا، يعني هو لاعب سابق لأياكس أمستردام لفترة طويلة، كمان مع انتر ميلان وايضا مع لاتزيو روما، وكان موجود مع منتخب هولندا اللي فاز ببطولة امم اوروبا 1988، ايام من النجوم الكبار جولد فان باستن ورايكارد، كل الاسامي هيدي بقى اكيد سوان اوف ذا ايكونز اوف ذا يوروبيان فوتبول ناو وذ اس اون تي في اون سكور. وي شود سي ثانكس تو تانيا اسيس اولسو سام اوف يور Old memories. You think that in Europe we have old schools, we have new schools, or we have the same schools in football? So we have the English school, the German school, the Spanish. French and Spanish, and the Netherlands school. Yeah, for me, the Netherlands is one of the best.
Yeah, for me also because I grew up there, and I think that if you watch worldwide, we are very famous in developing good football players because we are creative, we are innovative. We don't have the budgets what they used in the other countries. That's why we are advanced. But it doesn't say that we have to be aware that we have to be aware. They have that new schools now. No, not only new schools, but we have to be aware that the distance between the Dutch competition and the other countries will be large, and that's why we are trying now to benchmark different countries for where we can become better in our skills. فمثل ما كان عم بقول ارون هون اكيد بدي اخذ رايك بالموضوع اكيد المدرسه الهولنديه واحده من الافضل شفناها ان ذا 70s with John Cruyff and Ajax and then in the middle of 90s and the 80s and then now the new schools with Ajax and PSV Eindhoven عم بقول انه المنافسه المحليه شوي متقوقعه اذا فينا نقول الانفتاح مثل ما عم بيصير بالدوري الانجليزي ولكن بالدوري الانجليزي هناك اموال طائله الاموال العربيه والاموال الاسيويه يعني مش بس انه بدك تشكر قطر او ابو ظبي بدك تشكر ايضا اندونيسيا بدك تذكر تايلاند اليوم يلي لسه اليوم تابع لهم اذا فينا نقول صح ما ننسى يعني كان لكره القدم الهولنديه امجاد بدات بالسبعينات مع يوهان كرويف يوهان نيسكنز والجيل الذهبي وصلوا لثلاث مباريات نهائيه بكاس العالم 78 و2010 خسروا كمان كان في حضور لأياكس أمستردام ربح ثلاثية بكأس أبطال أوروبا قبل ما تصبح تشامبيونز ليج لكن غياب من وقت طويل ما ننسى أيضا أنه التلفزيون والفلوس اللي بتنضخ لما بيكون في تلفزيون شركات راعية ومنافسة قوية ما عم بيحكي عنه لكن يبقى فينورد وأياكس أسماء كبيرة يعني بعالم الشامبيونز ليج انما وين الدوري الفرنسي اليوم ايضا طيب. يعني هو دور الفريق الواحد بس كمدرسه اليوم بهولندا عم تشوف اسماء رائعه جدا عن جد يعني ان كان مع اياكس عم تابع دائما الريديفيزي بيسكور وبنشرتنا الرياضيه عن جد عندهم مدارس رائعه واسماء صغيره واكيد انا رح يحكي عنها بعد شوي لانه هو مدرب منتخب هولندا تحت 19 سنه طالعين بجيل كثير قوي بس للاسف الاسماء كلها عم تروح للانديه لانه بهولندا because they have no money do you have any plan for bring some sponsors from outside Europe think like the rich Arab guys, rich Asian guys, Chinese. It is possible, like but I think it is difficult because. But you have a tough competition between Feyenoord. If you're going to compare our league with the other leagues, our league is not so competitive like in Spain, like in Germany, like in Italy, like in France, even, and England, of course. And I think that's a huge problem because also for broadcasting games. The money what all the other teams are receiving, it's for in Holland it's almost nothing. That's why we will always be the difference between Holland, the league in Holland, and the other leagues, and in, other leagues. In Europe. Can we say that the Dutch team is a loser team? 1974, 1978, and 2010. No, it's not a loser team. We have got many good players, but no chances. Now you know it's pity that we didn't qualify ourselves for 2016. Now it's bad luck. It's not only bad luck because you played against the host country in 74 and 78 in Germany and then Argentina. Yes. Yeah, and then in South Africa. Arjen Robben was lonely with the keeper Iker Casillas. Yeah, it was in 2010. Yeah. But you know, and it's not good for our sport, football especially. That the national team didn't qualify for in France in some couple months, but still on you have to think always positive. And now we can start rebuilding a new team going up forward to 2018 in Russia. But we have got a lot of good players, and now this is the moment we didn't qualify ourselves, and now you can starting on a new team. You think before we go to the first report, you think that you have now a new generation in Holland? Yeah, we have got a good generation with two not old boys, but two experienced guys like Snyder and Robert. And I think that you can build a no, the new generation. I mean, yeah, the new generation with you because you are it's the nucleus, trainer. And around it you will yes. build a team of youngsters. Yeah, if you're watching our youth, we have got a lot of names. Names, good players, talented players. Like Anwar Al-Ghazi
who play with the Agassi. Agassi is one of them, but there are more than Agassi. We have got a lot. Agassi, good players. في عندك أغاسيان يلي هو أندري أغاسيان صار أغاسي وأنور غازي أغاسي صار عندهم in Netherlands. So we will see now the first report with George. It's about MotoGP. We have in Netherlands also the ASEAN competition. أنت أكيد عم بتتابع هذا الموضوع. TT ASEAN, it's one of the most famous rounds of the MotoGP championship and the only one that didn't on Saturday. Yeah, and the only one that on didn't leave the championship since its inception in 1949. هون كمان سؤال ما بعرف إذا أنت بتعرفه ليه عاصم بينعمل السبت؟ هي غريبة يعني كل الوحيد الوحيد هي أيضا tradition تقليد تقليد صار من زمان. أنت صرت خبير. شو بيعملوا لا؟ خبرنا بقى إذا شوفين الموتو جي بي. أوكي. رح نتابع سوا اذا الجوله الثالثه لبطوله العالم بالموتو جي بي اللي صارت باوستن بتكساس. منافسات حلوه كثير وحوادث عديده بس البطل واحد وللسنة الرابعة على التوالي باوستن الاسباني مارك ماركيز. هون عم نشوف فالنتينو روسي للاسف خرج من السباق بوقت كنا عم بينافس على لقب البطوله بعد اول جولتين. ماركيز على الهوندا انطلع من المركز الاول وسجل اسرع لفه وفاز بلقب السباق بعد سيطرة واضحة بفارق أكثر من 6 ثواني عن مواطنه خورخي لورينزو على اليماها فيما كان الإيطالي أندريا يانوني على دوكاتي بالمركز الثالث. ماركيز استفاد بالفوز الثاني على التوالي هالموسم بتعزيز صدارته لبطولة العالم 66 نقطة مقابل 45 للورينزو و 33 لروسي ويبدو السيد الإسباني بده يرجع يستعيد لقب البطولة اللي فقده بالموسم الماضي ومركز من أول السيزون. السنة الماضية شفناه بول كمان يعني ببعض السباقات فقد تركيزه وما كان جيد ب 2015 بس يبدو السنة من بداية الموسم حاطط إنه هدف يرجع يربح بطولة العالم. طبعاً والكونسيستنسي بعالم السباقات هي أهم شيء الثبات على مستوى واحد. شفنا من موسمين ربح أول 10 جولات بطولة العالم وراح وقتها لرقم قياسي وكانت البطولة نوعا ما مملة. عام 2014-2015 كان في تنافس قوي وما انحسمت إلا بحلبة ريكاردو تورمو بتشيستي بفالنسيا بالجولة الأخيرة. هالموسم يعني منشوف لورينزو سقط بالامتحان الأول بلوسيل، فالنتينو روسي اليوم، مارك ماركيز أيضا غاب عن جولة لوسيل. بعتقد في شوية تعصيب عم بيكونوا معصبين الشباب. في يعني إذا بنشوف عم تحكي عن التعصيب، التعصيب برز بشكل كبير بالجولة ما قبل الأخيرة العام الماضي عندما صار الاحتكاك القوي ما بين فالنتينو ومارك ماركيز ويومها أقصي فالنتينو وانطلق من المركز الأخير وخسر لبطولة العالم. كان الحادث نوعا ما ردت فعل على اللي حصل بالأرجنتين بالجولة الثانية من البطولة. الأرجنتين قطعت على خير وسلام الجولة الماضية ربحها مارك ماركيز إجا تاني فالنتينو روسي. فالنتينو إذا بنرجع للسنة الماضية كان يعني ما فاز بكثير جولات إنما كان دائما على منصة التتويج. هالشي سمح له أنه يتصدى البطولة لوقت طويل وما خسرها إلا بالجولة الأخيرة. بعتقد أنه السنة هوندا راجعة بقوة تفرض هيبتها. البداية بلوسيل أعطتنا الانطباع أنه راح يكون تنافس ثنائي ما بين يامها ودوكاتي السريعة جدا بالتوب سبيد على الستريت لاينز. إنما بفوزين متتاليين لمارك ماركيز عم بيرجع يخلط الأوراق. وبعتقد إذا بقي التنافس ثلاثي بين مصنعين يابانيين ومصنع إيطالي الحلو فيه أنه الدراجة إيطالية والمتسابقين التو أندرياس طليان وراح تكون منافسة بين الطليان والإسبان بين اليابانية كمصنعين والطليان يعني كمان هون عنا مدارس مهمة الإسبان عم نحضر 170 لفنين ألف والطليان والهوندا والمعروفين الياباني المدرسة اليابانية نتذكر الأسماء الكبيرة القديمة وأغوستيني والشباب كلهم طليان فاتوا للإسبان بالسنوات الأخيرة. أرون you think who will be the first pick if we can say that to win the next championship in France? I think France. France. They've got a very good team. Yeah. England, Germany. England and Germany both. Yeah, they can also win it, but I think that France have really a strong team. Tell us about the competition in the under 19 in the European level. There is a big competition between teams. Yes, it's a big competition in France, Italy, I think. Because I'm coaching the under 19s in the national team of Holland.
And at that age, the top countries are Italy, England, France, Germany, Portugal, mm-hmm. Russia. Those countries are the best, are the top. And 2 weeks ago, we had the last tournament to qualify ourselves for the European Championship, which will be hosted in July in Stuttgart, mm-hmm. this July. And in some couple of days, I will go there for the draw. And I'm curious because there are 8 countries are participating. Involved, yes. And this competition, yes. Yeah. And I'm looking forward in which groups we will be. Mm-hmm. It will be difficult somehow. No, you know, there are all good games, and we have got a good team, and also the other countries have got good players. But I always think about our philosophy, how we want to play football, and I think that we will do it very well. We can also win the league. And there will be many scouts to catch the best players and the teams in the European Championship in Germany next summer, to bring them to the best clubs in Europe. Yeah, but that, you know, that's normal, because yeah. That's for all the big teams, that's the place where they have to scouting yeah. for the players, and that's always because we are a small country worldwide, and it's very easy for us, you know, because now at this moment when I had the same age, you know, before to make the step to going abroad, the age was 26 years old, and now they're picking all those guys from 60 years, 70 years, and they're going away. فإذا عم بيحكي عن المنافسة تحت 19 سنة منافسة قوية جدا بين الفرق الأوروبية وجورج أيضا عم بقول إنه في سكاوترز يعني بس في لاعب واحد والله مش عم بقدر ضلني أتذكر اسمه اللي كان يلعب بموناكو انتقل مانشستر يونايتد دفعوا فيه تقريبا مارسيال we talk about Anthony Martial دفعوا فيه مبلغ مخيف يمكن أكثر مبلغ من دفع بلاعب عمره 19 سنة على المستوى الأوروبي بس يعني. أظهر قدرات خارقة مع أنه يعني بعض المباريات عم بينقذهم فيها بعتقد أنا ليفل هو ليفل حالتهم حالي بعد صوتهم مع توتنهام بالجولة من البريمير ليج يعني وفانجال يعني yes. بوضع لا يحصد عليه كثير انتقادات عم تقول we talk about فانجال and about Manchester United and about Anthony Martial who came from Monaco to Manchester United was a big deal. You think we have big names in the future in Europe, or we still need many years? We need many players from South America like we have now in Barcelona, three big names from South Africa, South America. Well, I think that also in Europe we have got what you have mentioned before, that we have got a lot of good players, young players. And it depends also where the players are playing, because you're speaking about Martial, yes. He's at Manchester United, and I grew up with Louis van Gaal, and he's one in his vision and philosophy. He's the guy who wants to give also working with youngsters, and when the moment is there, they get also the opportunity to play. And the same start also with Martial. Mm-hmm. And 2-3 weeks ago, a player from my team, also young player and defender, he was also playing the game. He played also this weekend. Last weekend he played also. Timothy Fusumensa. Mm-hmm. He's also young. He's 80 years old, and he's also coming up. So we have a rising stars now in Europe. Yeah, there are many good players around in Europe. Mm-hmm. يعني اليوم بالطبع انتم بدنا نحكي شوي عن قطر هلا نعم. صرنا ما حكينا شيء عن قطر لهلا في اسباير عم نحكي عن الاسماء تحضير الكبيره اللي عم بتصير باوروبا تحضير نعم. في عنا اسماء صغيره لانه اوروبا بفتره من فترات كان معهم شويه مصاري وشفنا الفضائح اللي صاروا عم يشتروا من برا نعم. لا هلا من بعد كل هالفضائح صاروا هنا عم بيركزوا شوي على الامور عندهم مش مثل برشلونه 3 لعيبه بالهجوم من امريكا الجنوبيه يعني الأكاديميات الرياضية هي أكاديميات ضرورية لتنشئة جيل جديد بعالم كرة القدم صحل الفرصة روح على برشلونة لاماسيا أيضا تحضير طبعا كمان في بهولندا في أكاديميات بأسباير يعني عملوا هالمجمع العملاق حتى يحضروا أبطال كبار للمستقبل ليس فقط على مستوى الرياضة إنما أيضا في ديبارتمنت مع أسباير اللي هو أسبيتار مستشفى رياضي متطور وجهوا أيضا في المختبر المنشطات مختبر المنشطات تابع للوادا مجمع عملاق كله لتحضير
وتنشئة الرياضيين، وليس فقط لهالموضوع إنما أيضا لاستضافة معسكرات فرق كبرى مثل بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان، دايما بيصير فيه، لأنه ما ننسى أنه فصل الشتاء بديسمبر نوفمبر طقس بيكون طقس كتير حلو، بيروحوا بيعملوا تحضيراتهم خلال استراحة الميلاد. هلأ السؤال لأرن ولألك، نعم. هل برأيك المونديال من بعد حتى بنما بيبرز، واليوم بعد الظهر سألنا السؤال نفسه لجورج سويدي، بلش مع أرن تنشوف رأي أول شيء، رأي مش واحد عايش أرن، you think that the 2022 championship will be held on Qatar? The World Cup in Qatar? It will stay in Qatar? I think so, yes. Yes. أنا من نفس الرأي. We're going to speak in Arabic, but later on we'll explain. We will explain to you. Okay. بقلك شغلة نجيب. كنت بواشنطن دي سي بأوائل ديسمبر عام 2010 عندما اجتمعت الفيفا بزوريخ لاختيار مين الدولة اللي راح تنظم بطولة العالم 2022. كنت بأمريكا مبعوث من قبل الجزيرة الرياضية يوم ذاك حتى نعمل استوديو، لأن أمريكا كانت من الدول الأكثر منافسة، وطلعت بعدين من الدور الأول، شفنا طلعت من الدور الأول. من يومها الأمريكان خلوها بقلبهم غصة حتى وشفنا وفتحوا كل الملفات، وشفنا بعدين كيف فتحوا الملف على سيب بلاتر اللي كان قبل عم محمد بن همام بدايته، ومحمد بن كان انتاتشبل، بس عم نحكي عن سيب بلاتر اللي هو حوت الفيفا، وقدروا شالوا، يعني صار مثل نيمو، وهلا في سردين صغير اسمه ميشيل بلاتيني. يعني بقى من يومها الكلام 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 كتير، والحبر سال على الجرايد ونحكى كتير وشفنا كتير، إنما من يومها من 2010 ونحن اليوم 2016، 5.5 سنين تقريبا على هالموضوع ما شفنا شيء ملموس. يعني أنا ما كنت بلجنة الملف، بس بدي أقول لك شغلة، اللي استلم ملف قطر يوم كان عم بيروحوا تيشوفوا إذا بيقدروا يحصلوا على شرف تنظيم بطولة، كان الشيخ محمد بن حمد آل ثاني ابن الأمير يوم ذاك، واليوم رئيس لجنة اللجنة المنظمة لكأس العالم 2022 هو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني شخصياً. وبالخمس سنين نحن بنعرف من خلالك ومن خلال صديقنا شادي أداء سمو الأمير بحب الرياضة وأداء قريب جدا، يعني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية بعده بعتقد ولا تغير يمكن لا هلأ الشيخ جوعان هو رئيس، إنما لدى يعني ما تأخذنا لأنه ما عم نقدر نروح على قطر كتير لأسباب تقنية أسباب تقنية يعني بالنهاية بتعرف نجد. لا أنه تنقول أنه هو كتير انفولد سمو الأمير كتير قريب من عالم الرياضة بالكيو أو سي اللي هي قطر أولمبيك كوميتي، مش عارف المركز على المضبوط، بس بعتقد بريزيدون دونر يعني للجنة الأولمبية. بس برجع بقول 5.5 سنين انحكى كتير، فيك تحكي قد ما بدك، طب بس فرجي دليل او برهان او شغله دغري بتروح يعني يعني ميشيل بلاتيني كلهم راحوا وهالقصص كلها سوا. جورج خلينا نفتح نحن وياك اند فيك هيك تستعين شوي وذ ارون، ويل توك ناو اباوت ذا بوندسليغا اند اباوت ذا إيريديفيزي. المرحلة 29 كانت مهمة جدا بألمانيا، بما أنه شهدت تعادل لفريق دورتموند اللي خاض مباراة بتشكيل احتياطي نوعا ما، وفوز جديد للفريق البافاري. منتابع سواء أبرز المنافسات. بداية أرن، we're watching the Stuttgart Bayern game on Saturday. The game went to Bayern 3-1. Goals to David Alaba and the super Brazilian Douglas Costa. Yeah. What do you think about Douglas Costa? Great player. He's fast. He's fast. He's technical. Very good. That shot with the left foot. Good left foot. Yeah. But he's a great player. I like him. So Bayern won 3-1. Dortmund Schalke, the derby of the Ruhr. Schalke Dortmund 2-2. بداية Shinji Kagawa, لاعب الياباني. A great goal by Shinji Kagawa over the goalkeeper, and 1-1, Leroy Sané, one of the best young players in Germany. 1-1, 2-1, Anna Ginter عم بيعطي التقدم لدورتموند، و 2-2 بعادل هونتيلار, the player from Netherlands, 2-2 from penalty. المباراة تنتهي بالتعادل الإيجابي، وسبع نقط بيصير الفارق بين البايرن الأول ودورتموند الثاني، مع بقاء خمس جولات عن نهاية الموسم بألمانيا. What do you think about the Bundesliga? It's a tough competition, and they are now in the level of the
English and the Italian. I think that the Bundesliga is one of the strongest league. Mm-hmm. So I think it's competitive like England, like Spain. It is the same. The level is good. It is very difficult. What they did for that? Well, the German guys. What they have done? Yes. Yes. In the 2000, the Bundesliga was going a little bit was less than other slow leagues. Down. Yes. Yeah. Then they have done research in all the different countries close to them, but also far away, to get some input. Okay, what they can better, and they have watched also to our vision, and they've took some things over, and then they have to make the combination with their strengths, and that's why they are now playing very good. But it is a very strong league. ما ننسى نجيب أنه ألمانيا هي أغنى دولة بأوروبا عندها القوة المالية وما أنا بحاجة لا مش بحاجة وعندهم الكالتشر يعني الفوتبول كالتشر الفوتبول ستاديومز always packed الملاعب دائما معبية وعندهم من أول الموسم إيه مع البرازيل عندهم أكبر عدد من اللاعبين المنضوين للاتحاد كرة القدم المحلي بالبرازيل طبعا أعداد هائلة وpopulation أكبر إنما ألمانيا بتطلع عندهم أنا بتذكر الإحصائيات من الثمانينات من القرن الماضي كان عدد اللي عندهم لايسنس يلعبوا أكثر من 5 ملايين لاعب يعني أكثر من 5 ملايين لاعب بالثمانينات من القرن الماضي يعني من 30-35 سنة شوف اليوم عندهم قاعدة على مستوى الصغار كبير هون كمان يعني حبذا لو فينا نحكي كلمتين هلا رح نحكي عن الإيرديفيزا بالقسم الثاني بس خلينا نفتح هذا الملف بول منتخب لبنان 157 وما حدا بيحكي ما حدا بيحاسب ما في فئات عمرية ما في شيء عنا على سيرة اللعيبة إذا بدك يا خي أنا ما بدي أحكي طائفيا بس إذا بتاخذهم من طائفة معينة نعم. ومرحول على هو أنت بتعرف أي طائفة نعم. فينا نعمل منتخب لبنان يمكن نربح فيه بطولة أوروبا نعم ما بيجيبوه بس بدنا نعمل 6 و6 ما بنعمل بدنا نعمل مش بس هيك وفي المحسوبيات المحلية نعم نعم. لأنه إذا ما جبت من هذا النادي وما جبت من هذا النادي أمين يونس عم بيلعب اليوم بالدوري الهولندي نعم. عم بيبرز بشكل جيد جدا مثله في بعتقد أنا إذا مش غلطان في 200 لعيب مثله بمستواه بالدوري الألماني أو بيتمرنوا نعم. إذا مش محترف تحت المحترف نعم. ليه ما بيجوا ليه ما بيروح على المنتخب بيجيبهم في عندك الحسابات السياسية الضيقة بلبنان ربما في عندك عم نحكي عن الملاعب صح جورج بطولة بتصير بملاعب فاضية من دون جمهور والله هذه بس الجمهور بيتحرك حسب الماتش لانه في توش الجمهور بيكون رايق بس فضيحة بس ايه اذا بدهم حسب كلمة السر بيتحركوا بكثر انت مباراة مثلا بالتشامبيونز ليج من دون جمهور ما بتحضرها ايه ما بتحضرها وثاني شيء نجيب هلا انا لي يمكن 13 14 سنة عايش برات لبنان او حتى يمكن بقطر حتى ما عندك هاللذة لانه ما في جمهور الحسابات هيدي الضيقة اللي بلبنان بس تطلع والله من برا صح تطلع من برا بتحزن بتحزن على الوضع المأساوي اللي نحن فيه وعنا يعني بالتصفيات كأس العالم الماضي كان عنا فريق وصلنا للمرحلة الثالثة قريبا على المرحلة الرابعة صح والكل بيعرف كيف طلعنا يعني عيب. أنا إذا بول بدي أقول لك شغلة وأنت بتعرف أنا كنا معكم بقطر نعم. أنا وبعض الأشخاص قالوا لنا نتيجة المباراة قبل ما صارت فعلا شيء غريب والله ما بعرف كيف صارت الخبرية يعني بس أنه على كل حال نحن للأسف هيدا واقع الرياضة بلبنان رح نتوقف مع بريك بنرجع معكم بالقسم الثاني بنحكي أكثر مع أرون وينتر بنحكي مع بول فاضل بالطبع اليوم عندنا هيك أسماء من العيار الثقيل جدا معنا اليوم بهالحلقة يمكن رح نشوف كثير ريبورتس خلينا نستفيد من وجودهم معنا بالقسم الثاني بالطبع رح نحكي عن الإيرديفيزي ورح نحكي أكثر وأكثر عن الـ NBA بريك وبنرجع سوا عودة مجددا للقسم الثاني من سكور لليلة يلي عم نحكي فيه مطولا عن كرة القدم مع صديقنا بول فادر مساء الخير من جديد مساء الخير من جديد وايضا مع ارون وينتر احد ابرز الاسماء ارون وينتر احد ابرز الاسماء برياضة كرة القدم الهولندية كان بعداد منتخب هولندا يلي ربح بعام 1988 وحاليا مدرب منتخب هولندا للناشئين تحت 19 سنة كان عم يلعب بمباراة اللي نظمتها صديقة تانيا اسيس مباراة وان لبنان اللي كان عم يلعب بمواجهة فريق السفرة متواجدين بلبنان رح نشوف ريبورتاج حول هذا الموضوع بختم هذه الحلقة ولكن هلا خلينا نتابع معك جورج مع الإيرديفيزي وبطبع مع أرون وينتر هيك الخبير بيعرف صح. الفرق بشكل جيد جدا هو اللي وين ذا إيرديفيزي ذس يير اياكس اور بيزي اياكس 2 بوينتس مارجن جاست يا اتس 2 بوينتس جاست 2 بوينتس اف يو واتش ذا سكيدجول اوف بوث تيمز اتس مور ايزير فور اياكس فور اياكس
بكل حال الفريقين عندهم مدارس رائعه بكره القدم. رح نتابع مباراه لبي اس في بمواجهه نادي فيليم، صارت نهار السبت بهالجوله 30 من الدوري الهولندي. Aaron, PSV against Willem too? Yeah. Yeah, it was a big game for PSV, 2-0. Van Ginkel and Luke de Jong, he's one of the best strikers this year in the Eredivisie. What do you think about PSV team? Well, if you're watching the whole team, you're going to analyze all the position. They are very strong and also they've got a lot of experience in the group. That's why, you know, in the Dutch league, it's or PSV or Ajax, both, they can win the league. And it's very exciting, but with four games to go, I think that Ajax will win the league because they don't gonna give it anymore. 74 right? points to Ajax, 72 for PSV, 55 to Feyenoord in the third place. So so far, the two big teams. We'll see them next year in Champions League. Hope so. I hope so that two teams from the Netherlands will enjoy the Champions League next season. What did you need to win another time the Champions League like Ajax did in the last time 96 against AC Milan? Yeah. I think yes. What you need? Yes. Well, it's going to be difficult. It's going to be difficult. You need money. Only money. I think not to bring. Yeah, I think not only money, but I think also you need a strong league. You know, our disadvantage is that all our best players, young players, young talent, the big clubs, they are taking away from us, and that's a huge problem because every year we have got a talentful player who's playing 2 years in the highest league. After and 2 years, he went. Like Jorginho Wijnaldum, like also Memphis Depay, the young talents from Netherlands are playing in, especially in England and that's in Germany. That's why I told you, Aaron, you need money just to keep the players. But when Ajax won the Champions League, it was with young talents. Like from Patrick Kluivert, he was a young player. Yeah, but it was also with Van Gaal. It was a good team. Mm-hmm. It was a good team. A lot of good players. Edgar Who will win the next championship and Champions League chip? Now? Yes. I think it will be Barcelona. Yeah. And the Euro, فإذا بالنسبة لليورو عم يعتبر إنه فرنسا المرشح الأقوى وبرشلونة هو المرشح الأقوى للفوز بالشامبيونز ليج هذه السنة، وأنت أيضاً بول؟ أنا بحب برشلونة بس عندهم مباراة. أنا مع فولسبورغ. أنا بدي أقول لك والله أنا بحب الفرق أنا بحب الفرق المكافحة، يعني كنت عم بحكي مع صديقي بحب ريال مدريد كثير، قبل انطلاق المباراة أمام فولسبورغ قلت لهم عندكم أهين مباراة. صح اصعب الكره كار. حضرت الريبورتاج على الجزيره على البي ان انه كيف حكيتوا عن الموضوع اسهل مباراه وطلعت اكثر مباراه صح. يعني صح انه كانوا خسروا قبل بيومين بالبطوله بالدوري الالماني يعني مركز الثامن السنه بالبوندس ليغا ما بيكون جيد جدا الفريق خسروا قبل يومين وقتها قدر اقصى مان يونايتد بدور المجموعات ورجع اقصى كمان ريال مدريد هلا مش اقصى يعني 0 احرج بنشوف اقصائه هلا بصير في كم شاب يعملوا سكته قلبيه بالتسعينات حدا كان عم يخبرني ريال ربح على بروسيا مونشن جلادباخ 5-1 خسر 5-1 بالذهاب رجع مظبوط ما بتعرف صح شفنا باير ست وقت بعد فولسبورغ اند تاف كومبيتيشن وذ ريال مدريد اند وذ مانشستر بيفور ذات يو ثينك ات ويل بي تاف فور ريال مدريد ات ويل بي فيري تاف فور ذم بات اند ايفن فور بنفيكا بتوين بنفيكا اند باير يو هاف ا باير هاف جوت ا لوت اوف كواليتي ان ذا تيم ذي غون تو وين اجينست بنفيكا بات ام وريد مور اباوت مدريد Because even when they are playing at home against Wolfsburg, they have to make goals. But they've got also players to make at least two or three goals in during the game. But Wolfsburg is a tough team to play against them. We saw them against Eibar a couple of days ago. They scored four in the first halftime. Yeah, fast goals. But also it's a different level. They have the good strikers to score, but. The other team, they have good defenders to. They have a big name, Julian Draxler, who was the man of the match. يعني تنشوف هلا كيف رح بتصير الأمور. رح منشوف هلا ريبورتاج جورج نحن وياك عن تحضيرات المنتخب الفرنسي لأنه دائما نحكي عن المنتل وعن التحضير النفسي والأكل والطبخ الفرنساوي. عم نشوف الأجبان هلا كيف صارت عم تتحضر والأكل المنتخب الفرنسي استعدادا لليورو. مقر رائع. بس بدنا نشوف الإجراءات الأمنية إذا رح بقطون الأكلات أو لا. لأنه بعدين الأمور ما رح بتكون ابدا سهله
بالنسبه لفرنسا بالنسبه لليورو يعني ما بنحسدهم بعتقد على الموضوع. اذا بنرجع نستعيد ذكريات المنتخب الفرنسي بالدورات الماضيه والمشاكل الداخليه, ما كان في لحمه بين اللاعبين وبين اللاعبين والمدرب وكذا وهيك. اليوم على ارضهم لازم يتحضروا ذهنيا, هلا الفريق عنده نجوم كبار بس لازم يتحضروا ذهنيا حتى يكونوا لحمه وفريق واحد, لانه الفريق اسمه فريق يعني يعني قياده واحد, لكن 11 واحد عم يلعبوا كانه لاعب واحد. بتصور المقر رح نشوفه بعد شوي للمنتخب الفرنسي, رح نتابع التقرير سوا. المركز اللي راح يستضيف لاعبي الديوك للمنافسات بطولة أمم أوروبا اللي راح تنطلق ب10 حزيران المقبل. وحضر الحفل رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لوغرايه ومدرب المنتخب ديدي ديشان اللي أثنى على أمور إيجابية عديدة بهالمقر المستحدث, على رأسها نوعية العشب الممتازة بملاعب التدريب ومنطقة إعادة التأهيل للاعبين, فضلا عن كل الأمور اللي ممكن يعوزها الفريق خلال فترة إقامته, كما أنه موقع المقر وسط الغابات الخضراء بعيداً عن الأضواء مناسب جداً للفريق. فيما قال رئيس الاتحاد أنه هيك فريق بضم مجموعة رائعة من اللاعبين بحاجة لمقر مريح مثل كلايفونتين ليكون التركيز كبير خلال المنافسات, هالأمر اللي رح يساعد الفريق للفوز باللقب كما بيتمنى الجميع بالبلاد. إشارة أنه إعادة تأهيل مركز كلايفونتين شملت متحف لأبرز محطات المنتخب الفرنسي بتاريخ مشاركاته بالمونديال واليورو. على كل حال كلايفونتين نحن بنعرفه كثير منيح, يعني كل ما نحضر تي اف ام بنكونوا طالعين ديركت من كلايفونتين ببرنامج تليفوت. على كل حال هون عم بنشوف انه كيف الدول بتهتم بمنتخباتها الوطنيه. نحن اليوم بلبنان بتسمع جماعه اتحاد الباسكت بدنا نجيب لعيبه اجانب لانه اللبناني ما عم يتهدى, بدنا نقصص وبدنا نربيه. بتروح على رياضه جماعيه اخرى الفوتبول ترتيبنا 157, بتروح على الفولي بول بكاس لبنان 4 فرق من الدرجه الثانيه, 3 لعيبه اجانب, ما في عنا لعيبه خيمة لبنان. يعني مش عيب, عيب بس في شغله كمان المشكله الاقتصاديه. هلا اللي في اقتصاد شرفك وقت بلد ما في ليره عم تكب 10-12 مليون دولار بالباسكت بول تيسبوا بعض. بس خليني كف الفكره, يعني بتشوف البرازيل فقراء بيتطوروا, انما الـ يعني على ملاعب التراب والرمل وكذا تقدر تطلع لاعب موهوب, انما حتى تثقل لاعب يوصل لمستوى دولي لازم له ملاعب عشب. ملاعب مضبوطه, حتى تعمل ملعب مضبوط مكلف, لا عندنا المساحات, لا عندنا كمان القدره الماديه على تحضير ملاعب على مستوى عالمي. هذا السبب بيوصل بحد من, ونحن كمان ما تنسى عدد السكان قليل. يعني كرواتيا لما وصلت على مركز ثالث بكاس العالم أصغر دولة بتوصل على هالمركز مع الثقافة الكبيرة من أيام يوغوسلافيا, بس كمان الدول الصغيرة في ثقافة بالبلدان. تعال شوف شوف الصين يلي عدد سكانها بيتخطى 1.5 مليار واحد, ما عندهم فريق قادر. الهند كمان الهند بحبوها يعني أنه في 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 دول يعني كمان العنصر البشري مهم جدا حتى تطلع فريق. لا انا عم بحكي عن انه عم نستخدم لعيبه اجانب وما عم نسكل وما عم نهتم باللعب اللبناني, هذا قصدي. هيدي القصه اللي عم بحكيها. كل الدول عم بتجنس كمان, ما تنسى يعني حتى منتخب اسبانيا منتخب فرنسا كله مش مجنسين يعني, بس كلهم شقر كلهم شقر مثلك وعيونهم زرق يعني اسم الله عليهم, كلهم من اصول افريقيه يعني ما ننسى كلهم شقر يا خيي. حتى فريق الالماني نصه بولندية صار. ايه في كتير في لاعب سوري اليوم رح يلعب مع المنتخب الألماني محمود داود, لاعب مونشنغلادباخ واحد من أبرز المواهب اليوم, هو لاعب سوري رح أكيد يكون مع منتخب ألمانيا. مسعود أوزيل لا لا عم نحكي عنه, بس أنا قصدي إنه عن اللاعب اللبناني يعني المنتخب اللبناني إذا بدك تحكي كاتحاد. نعم. وأنت عندك التجربة بقطر. نعم. إدي عم تركضوا وجيبوا لعيبة وعاملين أسباير. صح. وعم تترجوا العرب تعوا تمرنوا عنا, ويمكن عم تترجوا الأفارقة تعوا تمرنوا, تيكون في هيك نواة لمنتخبات معينة. تمام. اليوم نشتغل على أندية تنسب بعضنا, بس ما حدا باله بنواة المنتخب. دولة قطر كمان في عدد سكان قليل بس يعني مجبور تجيب يعني لا الدول... عم بتجيبوا من برات الأسباير. إيه معك حق, بس ما عم بقول عم بحكي أنه الدول اللي ما عندها العنصر البشري بتنجح بالرياضات الفردية, بس الرياضات الجماعية لازم لها عدد كبير من شفنا ببطولة العالم لألعاب القوى 2-3 من قطر كانوا متواجدين بالسباقات الأخيرة وربحتوا الميدالية الذهبية. هذا اللي عم بقوله, بالرياضات الفردية الدول اللي ما عندها عدد سكان كبير تبرز, بس كمان في تجنيس, وبقول كمان التجنيس بكل الدول. يعني
مش الولايات المتحدة الأمريكية بتجنس مرات بألعاب القوى اللي هي مسيطرة عليها. جامايكية. إيه أستراليا. يعني إيه بتجنس صينية بتجنس كثير يعني التجنيس هو شغلة وشغلة يعني القانون بيحميها يعني فيها تشريع. مقاوننا. لا لا ما عم نحكي عن هذا الموضوع أنا عم بحكي عن حماية المنتخبات إيه. هذا اللي كنت عم بحكي عنه للأسف خلينا نجمع مجلس النواب تننتخب رئيس قبل ما نجمع منتخب كان عنا اليوم مجلس نحن وياك مجلس إدارة الملوخين مع صديقنا بيلي كرم والله تحية كبيرة لبيلي اللي بالفعل بشرف لبنان عند مكان رياضي بمقصورة القيادة بسيارته أو حتى هلأ مع المتحف الرائع اللي عم بيعملوا اللي عم بيفتحوا للمدارس وكذا بزيارات مجانية حتى يقرب العالم يشوفه صح ويعرفوا كمان السيفتي الأمور هو هذا واحد يعني فرد مش لأنه مؤسس لا شخص هاي المبادرة الفردية بلبنان I don't know we'll talk now about the scandals on the FIFA level on the UEFA level and about the Panama Papers you think that we'll have another football like we did in the 90s another image I don't know but everything is possible it will be clean you think or the same problems will have will face on the future also? I think that it will be always a problem because gambling also in the past there were a lot of problems with all those organizations, whatever, I think it will still going on. Mm-hmm. So there are no good news about the future also? Yeah, I think, well, yes, of course, that we've got a new president from FIFA. Mr. Infantino, yes. He's a great guy and I like him also, but now when you notice that he's maybe involved with the Panama Papers, I don't know. He's a great guy, especially his wife is Lebanese, so that's Infantino, yes. That's very important to the we Lebanese football. We should have football. Another another look. You know about the Lebanese football? You play a game with... Not so much. Mm-hmm. This is your first visit to Lebanon? No, this is the second time that I'm in Lebanon. Last year in May, we came here because I'm an ambassador from the World Coach Project, a project for the Dutch Soccer Association. Mm-hmm. And we try to start an social development project with refugees with 3-4 organizations with we then KNVB World Coaches with UNICEF, Right to Play and World Child, and we came here to discuss how should be the content of our project. And this is the second time after many months to discuss what we will do with the refugees. And I'm here. With some colleagues to give the kick-off for those projects. All are from Ajax? All are Ajax fans or they have some PSV fans? No, I'm here with my colleague. She's also she's a lady. She's a former international women's star in Holland. And also with another friend, he's a teacher who's going to lead the programs to educate the teachers on football-wise. Because we are thinking, and with all our experience, we're thinking that you can, through football, you can connect all the peoples and receive and achieve a lot of good things because they can try to cooperate with the communities, try to with the life skills to get respect and diversity, all those things. That's why we are here. فإذن عم بيشتغل على عولمة كرة القدم من خلال إقدام المنظمات الإنسانية خاصة اليونيسف شغلة حلوة أنتم عم تقوموا فيها كثير بقطر هذه الشغلة كمان بالفعل يعني بالنهاية الرياضة بتبقى دائما رسالة سلام شفنا بالبين بون وين صاروا الأمريكان والصينية شفنا من وراء البين بون حتى بكأس العالم 98 إيران وأمريكا أمريكا تاريخي بلشوا يحبوا بعض وكفوا ومشي الغرام ومشي الغرام بتصير يعني في بس كمان كان في حروب بسبب الفوتبول مثل ما صار بين سلفادور وهندوراس سنة 69 على تصفيات كأس العالم بالمكسيك سنة 1970 بس البوزيتيف سايد أسكوبار إيه؟ عن الكارترز كيف اغتلوا صح صح انا اسال ارن اي لحظه بمسيرته كانت الافضل يعني ان كان وات واز ذا بيست مومنت ان يور كارير وذ ذا ناشونال تيم اور وذ انتر ميلان وذ لاتسيو وذ اياكس ويل فور مي اي هاد بيست ميموريز يا بت اوكي بت اول ذا تيمز وات اي بلاي فور اي هاد اولويز جود ميموريز اند فور مي the special thing was when I went in Italy to play football
because at that moment it was the best league worldwide. And, yeah. The mid-80s. And they were only allowed to have three foreigners. And now after the Bosman arrest, they changed the whole completely football. Bosman, Karolat Bosman. It was a great time because at that time, if you were playing for a team in a league away from Holland, then it means that you are a good football player. Yes. Otherwise, you shouldn't play there. And that was for me a good time. Yeah. فاذا المجيء الى ايطاليا وطبعا اللعب مع المنتخب الايطالي كان الدوري الايطالي كان قصه كبيره مثل ما كان عم بيقول ارن بمنتصف التسعينات كمان هون السؤال تعقيبا على كلامك جورج من اقصى الدوري الايطالي مين زلوا مين طيروا للدوري الايطالي فضايح. المافيا فضايح يلي عصفت فيه ما تنسى ينزل الافوكاتو الافوكاتو يربح البقام البطولة بس الفضايح مش من اليوم يعني نتذكر حتى بسنة 82 باولو روسي رجع للمنتخب قبل كاس العالم بكم شهر يعني الفضيحة كان يوم اسمه توتو نيرو بالثمانينات بس هالفضايح ويوفي يلي هو تاريخ الكالتشيو بينزل على الدرجة الثانية يحسم الرصيد كمان 20 نقطة بلش الثانية مخصوم 20 نقطة من الرصيد يعني في اشياء يعني طيب مثل ما صار امبارح تفاقوا يعني ما طول عمره اليوفي بيعمل هيك إيه الافوكاتو بيطير رئيس الجمهورية بحط رئيس الجمهورية يعني مش بس بطولة ايه بس انه الفضائح برأيك انت اول المافيا وقت صار في هيك تدقيق بالحسابات هربت من الموضوع ايه اوكي برجع ما بعرف يمكن عم بسألك المال هو عصب اللعبة شئت أم أبيت هلا طبعا الصغار يمكن ما بياخذوا مصاري كثير بس المال هو عصب اللعبة كلنا بنعرف المشاكل الاقتصادية اللي بتعاني منها إيطاليا اليونان البرتغال بدرجة أقل إسبانيا كلها بتأثر على الموضوع ولما بيعرفوا أنه المباريات متلاعب فيها كمان اللاعبين يعني او حتى بيصير في نوع من اشمئزاز وهروب من هالبطوله بس بعد الدوري الايطالي كويس لا جاي بس انه بالثمانينات واوائل التسعينات كان في مارادونا وبلاتيني وبونياك وهالاسامي وحتى زيدان بس كان لاعب مثل ما قال ارن يعني كان شرف كبير لاي لاعب انه يلعب الدوري الايطالي ثلاث اجانب بس بكل فريق بقى كان قبل اري بوسمان اللي كان عم بيحكي عنه اللي غير هو رفع دعوه ضد الاتحاد الاوروبي حول العنصريه فتحت اوروبا صح وبعدين صرنا شفنا الشنغن والله فتحت منيح يعني ماشي الحال محبين كثير بس هلا بده يرجعوا يسكروها لا بس بحبوا ادنى بس ادنى ما بعتقد حدا بحب العالم كله سوا why the culture is down for many years was down, down for many years what do you mean down not the same level like in the 80s and what affected the Liga culture well I think that the football is stronger than at that time it's especially in the Italian championship oh yeah speaking yes. about Italian football yes. No, yes, yes, okay yes. okay talk about the Italian because at that time what I said also before that the Italian league was the strongest league now not anymore now you Why? Can make the choice because all the foreigners they're going to other countries mm-hmm. and the other countries are starting also building England? from yeah, in England, German, in Spain to start building up from the youth department and in Italy now in Italy they were always making the difference because they were buying all the big stars and that's why at a certain moment when the other leagues became also much stronger and the level was better and all the players were well going also different countries mm-hmm. then Italy had a lot of problems but I think also if you're watching games in Italy, they don't have any more full stadiums because the people are not coming not so much. Not interested, I think. Not all the teams, but the most of the teams they don't have got a lot stars. Of people. يعني كلام خبير يعني شفت كيف انه وقت ما تاسس على لعيبه الصغار قد ما تشتري توصل 10 سنين 15 سنه خلص. يا بيخلصوا المصريات يا حدا بيدفع اكثر منك بس الغريب وبتنتهي الامور غريب الدوري الايطالي راح اساله لارن واي دونت وي سي لوتس اوف Italians playing abroad. Why we don't see a lot of Italian players playing abroad in the other England leagues, championship or Spanish. Now they're coming. Are still a lot of play, but also coaches. A lot of coaches. Lots of coaches. Italians are going to England. Not players. Bit, not players, but good coaches. Players also. Some of them. Yeah. There's Verratti. Few. When we speak about the French, let's say we have lots of French players, lots of Spanish. Lots of English players no, but playing abroad. It's normal because in the past the French league was not so strong. Yeah. It's now better. It's a good league, yeah. But the most of the best players are going
or two better leagues or Germany or in can we talk a little bit about Johan Cruyff before going to the NBA to close the football section? It was one of the best legends. Yeah, he was in big last. Yeah. Mm. It's for the football with everything, also with his mind, with his foundation. And he was my first coach. He discovered me when I was young and brought me to the first team of Ajax. I had also a good relationship with him. But it is a big loss. أكيد خسارة كبرى يوهان كرويف. اكتشفوا لأرن واكتشف الكثير. Like Pep Guardiola always say that. Yeah, it's true because the way Barcelona is playing, it came from Ajax. Mm-hmm. And he brought it to Spain at the years of the 70s, total football. And he changed the football completely. The but the football, way yes. how we are playing football, thinking about football in Holland, mm-hmm. it's the most of him, his legacy. يعني خسارة كتير كبيرة. خلينا نفتح نحن هلا ملف الـ NBA. You play basketball also or no? I play basketball. Or no? You watch basketball? Do you watch also? Yeah, I like it. It's beautiful. The NBA or the European also. Championship? I've worked also 2 years in Canada. Mm-hmm. I was there coach of Toronto FC. Oh. And then, you know, in Canada and the Toronto States, Raptors. You've got every day, you've got only sports. And I love, I like the NBA. Basketball. We will talk now with our expert. بول فاضل عن الـ NBA. جورج خلينا نحكي فإذن عن المباراة الحدث يلي كانت عم بتصير اليوم الصباح. الحدث لأكثر من نقطة. أول شيء لأنه هالفريقين رح نشوفهم عم بيتواجهوا مع بعضهم بنهائي الـ NBA بالمنطقة الغربية سان أنطونيو سبورتس جولدن ستيت. في رقم قياسي على الطريق فول. في أرقام قياسية بصراحة. عند بالوقت اللي التقوا فيه هالفريقين من يومين بأول هي ثالث جيم لأنه هالموسم وهيدي الرابعة. اللي جاي الرابعة. خلص معلش لعبت الثالثه لا الثالثه والرابعه نلعبوا لما انلعبت المباراه الثالثه بتاريخ الام بي اي ما تواجه فريقين معهم الريكورد اللي كان موجود عندهم يعني اكثر من 90% فوز للجولدن ستيت وحوالي 90% فوز لسان انطونيو سبيرز كان حدث 40 جيمز للسبيرز على ارضهم unbeaten كمان رقم كبير وكانوا على موعد مع المباراة ال 41 من دون خسارة على أرضهم بس كمان كانوا عارفين جولدن ستيت أنه هالمباراة لازم يفوزوا فيها لأنه بقي له مباراة واحدة تيكسروا الرقم القياسي لشيكاغو بولز من موسم 95-96 اللي هو 72 انتصار و10 خسارات وكانوا على الموعد يعني وعلما أنه ستيف كير كان بفريق شيكاغو بولز بال 95-96 شو عم بيعمل ستيف كير؟ خليه رايح يعمل رقم لجوردن كمان اسمه جوردن خاصة فريقه هالمباراه تابع اكيد مباراه اللي صارت فجر اليوم بتوقيت بيروت سان انطونيو سبيرز على ارضه بتكساس كان عم يستقبل جولدن ستيت ووريرز مباراة دفاعية كانت بامتياز خاصة بأول ربعين لكن من بعد انتفاضة قوية لستيفان كوري وزملائه ولاحظوا يعني بول مش معقول من كل النواحي ستيفان كوري وين ما كان كاتش اند شوت وكله مش معقول المكان لاحظ هون كمان شو بيعمل لي اب بيطلع فاول ان ما بيخاف ابدا على جرين بيسجل باسكت بايده الشمال وكمان هون بيسجل سله مع نهايه الربع الثالث مثل العاده يعني مش معقول مش اول مره ولا ثاني مره ولا لاحظ هون ايد وحده كمان اندر بريشر حط سله حاطط بهالمباراه 37 نقطه اكيد بوبوفيتش وستيف كير سلام بعد المباراه هالمباراه انتهت 6 نقط لجولدن ستيت 92-86 و72 انتصار 9 خسارات فقط يعني حتى لو خسر المباراه الاخيره بعادل انجاز بولز واذا ربح اكيد بيكون هو صاحب والسلام الاخير ما ننسى كمان انه ستيف كير ربح 5 بطولات ام بي اي 3 مع شيكاغو بولز وذكرناهم بس 2 مع سان انطونيو سبيرز وكان مدربه جريك بوبوفيتش عامي 99 و2003 حتى عم بيقولوا انه هذه المعركه هي معركه بين مدرب من خلقان بلبنان ومدرب خلقان باسرائيل بيو لستيف كير كان عميد الجامعه الامريكانيه بلبنان وبعتقد بوبوفيتش في شيء له علاقه بال هون ما قريتها بشيء بارتيكل بمكان ما ما بعرف حول هذا الموضوع خلينا نشوف نحن وياك سوا فأذن عن الرقم يلي تم تعديله هلا معادلته هلا تعديله رح نشوف صور حلوه كثير لحقبه فريق البولز بموسم 95-96 على ايام النجوم الكبار للفريق الاحمر
اكيد هون عم نستعرض دينيس رودمان، مايكل جوردن، سكوتي بيبن، لونغلي، كل هالنجوم، وستيف كير طبعا اللي كان ضمن هالفريق هيدا. بول لمحات رائعه اكيد عم تبعها لهالسيزن الرائع على البولز اللي عمل فيها ريكورد وقت 72 انتصار 10 خسارات فقط. اي كان معه كمان توني كوكوتش شفناه من لحظات مع ام جي. يوم ذاك اطلق على الفريق لقب انبيتابلز، مش انبيتابلز، كانوا بالفعل لا يقهروا. يعني الاحسن اللي عملوه سيني جولدن ستيت البدايه الرائعه، عملوا 24 جيم ويننج ستريك. عم شوف ايضا فيل جاكسون اللي كان له البصمه الكبيره على فريق شيكاغو بولز بتلك الحقبه، وعنده رقم قياسي بيتقاسمه يمكن مع ريد اورباك اللي هو المدرب الاسطوري 11 رقم لبوستن سيلتكس بالسابق. هو فاز 6 القاب مع شيكاغو بولز، عم نحكي عن فيل جاكسون، 5 القاب مع لوس أنجلوس ليكرز، ولقب كلاعب سابقا مع نيويورك بعتقد، بتصور مع نيويورك نيكس. بقى عنده تاريخ كبير. وبتفاجأ أنه يعني فيل جاكسون، يعني هلا في فرق كثيره بحاجه لمدرب كبير يمسك الفريق، بس مرتاح هو. مرتاح مبسوط باللي هو ماسك رئاسه الباسكتبول، ما ننسى بفريق نيويورك نيكس. نيويورك نيكس عانى وعم بيعاني بالمواسم الماضيه، مش طبيعي الفريق بنتائج مش جيده. يا محلى فريق الحكمه بالمهنه، لعنه كثير اموال، يعني بيقدر الفرنشايز حقق 4 مليار دولار من اغلى الفرنشايزات بتاريخ الان بي اي. هلا رح نشوف ارون منتر عم بيلعب كره قدم، ولكن من خلال مباراة كانت عم بتصير ببيروت تحديدا بمدرسة الجمهور نهار السبت بعد الظهر. الهدف الأساسي لإقامة مباراة الفوتبول بين السفراء المعتمدين بلبنان وفريق ون لبنان يلي جمع مجموعة من المشاهير والرياضيين ورجال الأعمال كان تحت شعار وقت يكونوا اللبنانيين موحدين أكيد بيربحوا، وفعلا هذا الشيء اللي صار على أرض الملعب بهالمواجهة الودية اللي كانت بمناسبة اليوم العالمي للرياضة. وبعد نشيد الوطن اللبناني وكلمة لمؤسسة جمعية ون لبنان الفنانة تانيا أسيس، انطلقت المباراة اللي ضمت اسمين من الأبرز بهولندا والعالم على صعيد الفوتبول، هن اللاعب الدولي السابق النجم أرن فينتر اللي خاض شوط مع كل فريق، إضافة للاعب المعروفة جيلان لورز. المباراة بين ون لبنان وسفرة كانت حماسية جدا، وانتهت بفوز الفريق اللبناني 5-4 مع أهداف لكل من الفنان اللبناني مارك حاتم نجم The Voice فرنسا اللي سجل هدفين، وكان لنجم منتخب لبنان لكرة السلة السابق وليد دمياطي هدف، وهدف أيضا لرئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين فؤاد زمقحل، فيما كان للاعب الهولندي لورز هدف لفريق سفرة بهالمباراة اللي أقيمت للسنة الثالثة على التوالي. بعتقد جورج فؤاد سجل هدفين، بكره بدنا نجيبه وصير نجم من النجوم الكبار بعالم كرة القدم بلبنان. Thank you Aaron to be with us in the studio. We are looking to see you again in Lebanon. شكرا لك. شكرا جورج، وشكرا ايضا بول. شكرا نجيب، نحن بنتمنى نرجع نشوفك قريبا. حكيتني فوتبول لاول مره من شي 15 سنه، مش مع انه انا بلشت بالفوتبول بس تركته، رحت على باسكتبول، على موتور سبورت. الباسكتبول والموتور سبورت، يلا قريبا في شيء جديد بقطر عندكم اياه بالموتور سبورت؟ في عنا الجوله الختاميه لبطوله العالم للسوبر بايكس بتصير باكتوبر، بمنتصف اكتوبر يمكن 18 19 اكتوبر. راح يكون عندنا هلا السي لاين كروس كونتري رالي اللي هو الجوله الثالثه من بطوله العالم للراليات الصحراويه، يعني ربح المرحله الثانيه ربحها صديقنا ناصر بتحدي ابو خليفه. تحيه كمان لابو خليفه، قريبا بكون كمان كخبير كره قدم من الدرجه الممتازه جدا ابو خليفه، نوجه له تحيه من خلالك ومن خلال شاشه الام تي في. هذا كان كل شيء، نرجع نلتقي على الراد التنين المقبل بحلقه جديده من سكور.